كثيرة هي رغبات القفة قبل وأثناء رمضان، فنمط الاستهلاك يرتفع مع اقتراب شهر الصيام بشراء عديد المواد التي تستعمل في تحضير وجبات وأكلات خاصة قد يفتقدها المطبخ طول العام إلى حين أن يهل هلال رمضان. رمضان تحتاج الحلويات، ندي كوكا وندي زنزلان، ندي اللوز، ندي الصوجا، يلان، حبة حلاوة، النافع، المسكة الحرة، القرفة. داكشي كيديروا به السليلو هو تيكون كنوجدوه حنا في السوق بالماكن ديالو بكل شيء ليه. أما بعد غادي يدخل رمضان كيكون الحلويات، كيكون إقبال على التمر، كيكون على الشريحة. من بين ما تحضره الأسر المغربية في رمضان الحلويات، خصوصا الشباكية التي لابد أن تزين مائدة الإفطار رفقة الحساء وحولها تلتف باقي الأطباق. تنجي ديما ندي الشباكيه عند الناس ملي تيقرب رمضان، و تندي شويه الشباكيه والبريوات وديك الزميطه، والحمد لله بعدا تيسلكوا معنا في الثمن. كنستعدوا هذه المناسبه ديال رمضان بالشباكيه وشويه ديال البريوات سليلو، كيجيو عندنا الناس ويتقدموا عندنا كل عام. على الجانب الاخر من سوق الداخل البلدي يتم تهيئ فضاء عرض الاسماك، فكثير هو الطلب على هذه الماده في رمضان، خصوصا السمك الطازج الذي تشتهر الداخل بجودته العالية.